صباح الخير والسعادة وصباح الهنا وصباح الرزق. صباح جميل إن شاء الله دايماً معانا في عشاء صبح في الأهلي. صباح الخير يا باشا. صباح الفل. صباح العسل وصباح الفل على كل حضراتكم سيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. أهلاً بكم جميعاً وبداية حلقة جديدة من عشاء الصبح في الأهلي، وإن شاء الله تسعدوا معانا في حلقتنا النهاردة. بما ان احنا دايما نبقى حريصين ان كل يوم يبقى يعني ضيف جديد، مواضيع جديده واخبار جديده، كمان فكره هنا ان احنا برضو نركز على التغذيه او على الصحه، زي ما بيقولوا دايما الناس الصحه اهم حاجه في الحياه، يعني او صحتك بالدنيا، الجمله الشهيره اللي احنا عارفينها، ودي حقيقه فعلا. يعني انت عارف يا كريم، لو عندك فلوس، لو عندك جمال، لو عندك شغل، بس صحتك لا قدر الله، لو عندك كل حاجه بس صحتك طبعاً مش كويسه او مش واخد بالك منها طبعاً، كل ده مش هيبقى ليه اي قيمه. لان يعني الفلوس ممكن تشتري لك العلاج لكن مش هتعرف تشتري لك الشفاء. بالظبط، عليك. فهي دي النقطة دايما احنا لازم نركز عليها، او احنا دايما بنحب نركز عليها في البرنامج، عشان كده بنبقى حريصين انا وكريم يبقى معانا كل فترة كده يعني دكتور بيتكلم معانا عن التغذية السليمة. النهاردة هيكون معانا فقرة كاملة حول التغذية السليمة، بس مش بس على فئة معينة، احنا نتكلم خاصة بالطفل، خاصة بالشباب، خاصة بكبار السن، يعني خاصة بالمرأة الحامل، كل ده ان شاء الله ممكن حضراتكم تبعتوا لو في اي سؤال يعني ونعرضه في اخر فقرة معانا. الشق الثاني بقى اللي انا وكريم برضو ابتدينا بيه حلقة امبارح هو فكره سؤال السوشيال ميديا اللي هنعرضه بكره باذن الله. بنكرر على حضراتكم او بنذكركم ان احنا عايزين منكم فيديو قصير بتوجهوا فيه رساله للفريق الاول اللي هو الفريق بتاعنا، فريق الاهلي، فريق الاول لكره القدم، بس ارجوكم يبقى في ثواني قليله جدا، عايزين توجهوا لهم شكر، عايزين توجهوا لهم كلمه تحفيزيه، اللي انتم عايزينه بس في ثواني قليله، وهنعرض الفيديوهات دي بكره ان شاء الله في فقره السوشيال ميديا. انا متوقع هتبقى في فيديوهات لذيذه جميلة. جدا وزي ما انت قلت فكرتك امبارح برضو، لو حد بيتابعنا او عامل الفيديو ده من خارج كمان مصر ابعتوا لنا في البلكونه تصوروا. أيوة. يعني ورونا انتوا بتتابعونا منين، او الفيديو ده انتوا عاملينه منين، احنا عايزين نشوف الناس كلها حول العالم بتتفرج علينا منين. نبدا بقى اول اخبارنا النهارده، وفريق الكره بالنادي الاهلي هيرجع بقى يستأنف تدريباته بعد حصوله على راحه 48 ساعه وبعد فوزه بكاس مصر استعدادا للمرحله القادمه، واللي اهمها بالتاكيد السوبر الافريقي اللي كلنا اكيد بننتظره امام نهضه البركان، استعدادا كمان لانطلاق هنا بطوله الدوري العام اللي بيستهلها يوم الاحد المقبل مواجهه المقصه. النهارده كمان باتسو موسيماني المدير الفني هيعقد جلسه على هامش المران مع الجهاز المعاون لمناقشه الخطه التدريبيه للفترة القادمة، وهيطمن على حالة المصابين وآخر مستجدات حالتهم، والبرامج التأهيلية اللي بيخضعوا ليها، وأهمها أكيد سلبية هنا مسحة وليد سليمان وآليو ديانج. طيب ده فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم، أما بقى فيما يختص بفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي تحديدا مواليد 2003، عايزين نقول لحضراتكم أن هذا الفريق المحترم فاز على ضيفه الجونة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة اللي أقيمت ما بينهم امبارح على ملعب الأهلي بمدينة نصر في افتتاح منافسات بطولة الجمهورية للمجموعة الأولى. افتتح مازن أسامة أهداف الأهلي مبكرا في الدقيقة الثانية، وأضاف رأفت خليل الهدف الثاني برأسية إثر ركلة ركنية في الدقيقة 56، وسجل محمد وائل الهدف الثالث بتسديدة قوية على الطاير في الدقيقة 78، قبل أن يختتم محمد أسامة ميدو الرباعية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81. بهذا الفوز حصد النادي الأهلي أول ثلاث يعني نقاط في مشواره بالبطولة، مسجلا أربعة أهداف ولم يستقبل أي هدف في شباكه. طبعا من المقرر أن يخرج لمواجهة الإسماعيلي الأسبوع الجاي إن شاء الله، والجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق 2003 بالنادي الأهلي بيضم محمد أشرف مديرا فنيا، إسحاق أول مدربا عاما، خالد عثمان مدرب حراس المرمى، محمد مصطفى طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وأخيرا وليس آخرا عبد الحميد حسين المدلك. قطاع الناشئين قطاع عندنا الحمد لله قوي جدا، وزي ما احنا شاهدنا في الفترة الأخيرة أكيد يعني كتير من الناشئين شاركوا في الماتشات الأساسية مع الفريق الأول، وكمان أثبتوا نفسهم بشكل كبير، فإحنا دايما بنأمل يكون في كده نماذج القادمة بقى للأبطال الموجودين عندنا دلوقتي. يعني ويعني عايز أقول لك برضو إن الماتشات اللي بيلعبوها، أنا أعرف ناس كتير أصدقاء ليا هناك يعني بيدربوا، الماتشات اللي بيلعبوها بيفوزوا فيها بفارق كبير. يعني ممكن تلاقي الفريق مثلا الأول كرة قدم ناشئين مثلا 2003 بيفوز بتسعة مقابل مثلا اثنين، يعني الأرقام ده لو بيلعبوا هاند بول مش هيبقى دي النتيجة. فيعني واضح إن هذا القطاع فعلا فيه اهتمام بيه كبير، وإن شاء الله يخرج لنا أبطال في المستقبل. طيب بما ان احنا بنتكلم برضو كل يوم درجات الحرارة أخبارها إيه، عايزين نطمن حضراتكم ونطمن من خلال الفيديو جراف اللي جاي، خلينا نشوف.
تعرفنا وتطمنا على حالة الطقس ودرجات الحرارة. طبعا انتوا عارفين ان احنا دايما بنتكلم مع حضراتكم تقريبا في كل حلقة من حلقات البرنامج عن روح النادي الاهلي، روح الفانيلا الحمراء، الانتماء للنادي، الانتماء للفريق، للكيان بشكل عام. النهاردة هنتكلم معاكم وهنشوف معاكم من خلال هذا التقرير يعني رواد النادي الاهلي من الاعضاء اللي هم كمان يعتبروا من العلامات المميزة جدا في تاريخ النادي الاهلي. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلام. بنتجمع كل يوم جمعة، بنصلي الجمعة في الأيام العادية، في الشتاء بنتجمع بالنهار وفي الصيف بنتجمع بالليل. طبعا كل المجموعة اللي هنا كلها ولله الحمد قلبها على النادي، بتحب النادي. لما بيكون قبل الانتخابات بنبتدي نتجمع ونتكاتف على الناس اللي نازلة اللي احنا بنحترمها، من أول كابتن صالح وكابتن حسن حمدي ويليه كابتن محمود الخطيب. النادي الأهلي بالنسبة لينا بيتنا الأول، ثم بيوتنا البيت الثاني، كل واحد لينا له أسرته، لكن بيتنا الأول والأساسي اللي بيجمعنا النادي الأهلي طبيعي، وده سر حبنا وامتناننا للنادي الأهلي. مش مسألة إن هو نادي كورة، يعني أهم من إن هو نادي كورة الألفة والمودة والصداقة والأخوة اللي بين أعضائه اللي بتجمعهم، وده سر تفوق النادي الأهلي على مدى قرن من الزمان. احنا بنيجي هنا في النادي بنتقابل الناس اللي نعرفهم وصحابنا وزمايلنا اللي كانوا معنا في الجيش أو الناس المدنيين، حبايبنا اللي في النادي هنا، وتقريبا منتظمين الجمعة، وبنيجي الحد وبنيجي التلات، بنقضي وقتنا كله بنقعد نتكلم في الأمور الواجبة في اللي بيحصل مع النادي الأهلي والبطولات اللي بياخدها الأيام دي. أنا بعد ما خلصت المعاش كان الله يرحمه حماية كان بياخد ولادي يجي يمرنهم هنا في الفرق بتاعتهم وبتاع الكلام ده، كنت ده الحياة بتاعتهم. أنا لما جيت لقيت المعاش بقى، أنا كنت شغال الصبح وبعد الظهر في كل وقت شغل، فجيت لما لقيت المعاش عندي وقت فراغ جامد جدا جدا جدا. أعمل إيه؟ أقعد على القهوة؟ لا، فأولادي كبروا قالوا لي يا بابا انت انزل روح النادي هتلاقي ناس حاجه. جيت في النادي وقعدت في الايه في الحته دي، طبعا لفيت النادي كله وعملت صداقات جامده جدا مع كل الاعضاء، وانا هنا حتى مع كل الناس اللي تخطر على بالك من فطاحل النادي الاهلي الكبار. طبعا اهلاويه جدا من واحنا صغيرين، فطبعا اشتركنا في النادي وبنحبه قوي، بنحب قعدته جدا. يعني المكان ده والأماكن كل حتة فيه لها ذكرى ولها حاجة حلوة عندنا، فيعني بفتقده لما بقعد فترة طويلة ما جيش. المكان نفسه، المكان نفسه حلو، يعني في ذكريات حلوة، بنشوف بقى اللعيبة اللي احنا بنحبهم تبقوا معديين مش عارف ايه كده، يعني في ايفنتس كتيرة كانت حصلت لطيفة. يعني جينا قعدنا دلوقتي بنستمتع الحقيقة بالشمس، وبعدين بما اننا ما بنجيش كل يوم جمعة فشفنا، او انا على الاقل شفت ناس كتير قوي ما كنتش شفتهم من زمان، لاني بقالي فتره ما كنتش جيت، ولقيت قد ايه ان الدنيا غيرت، ناس كتير وشكلها اتغير، بس كنت مبسوطه ان انا شفتهم. و لينا برضو ناس كتير ومعارف كتير هنا في النادي بنقابلهم بنسلم عليهم وممكن نقعد مع بعض نتكلم مع بعض. انا من سنه 70 في النادي، 1970، من ايام ما كان الرئيس اللواء الفريق مرتجي والأستاذ كمال الدين حافظ، دول كانوا زملاء في النادي معايا من سنة 70 وأنا في النادي، وحضرت كل الأحزان والأفراح بتاعت النادي. الناس كلها محترمة، وناس كلها يعني كل واحد قاعد في حاله، وناس بتحب تقضي وقتها وقت سعيد يعني، وما تحبش مثلا تزعل حد ولا حد يزعل من حد، وكله بيبقى متعاون يعني هنا. أكيد يعني يوم الجمعة ده طبعا يوم بالنسبة لنا بيبقى يوم التلاقي مع الإخوة والزملاء، وبنيجي هنا عشان يعني نفرج عن نفسنا، وبعدين بنفس الوقت نتكلم في الأمور سواء الرياضية أو العائلية،
واللي ربنا بيقدرنا عليه يعني بنحاول نفك عن نفسنا فيه. جميل جدا كمان يعني لما حد يشوف ناس كبيرة في السن و في عمر يعني أجدادنا وبيروحوا بيستمتعوا بالنادي فترة الصباح. أنا وكريم علقنا يمكن على يعني قعدتهم زي السكر جميلة بالظبط، خبرات حياتية متراكمة، أحلى كلام وأحلى تاخد منهم خلاصة خبراتهم في قعدة. صح والله ناس عسل. كلام أنا بتفق معاك جدا، وفاكر لما حكيت لك كان معايا واحدة في الجيم يعني سيدة عمرها 70 سنة اللي ورطتيها في السكواتر وعايزه اقول لك يعني الوقت كان بيجري بسرعه لان انا قابلتها بعد كده مرتين بس، بعدين ما اعرفش ليه ما بقتش تيجي هي، بس يعني فكرك ليه ما بقتش تعبت مني انا اكيد. خدتي الحاجه تعمل 150 سكوات وعايزاها تيجي تاني ولا تشوفيها في المنطقه نفسها؟ حرام عليك. لا بس يعني ناس فعلا فعلا تستفيد منهم جدا، وناس لطيفه جدا وقعدتهم حلوه ويدوك بوزيتيف انرجي كده، طاقه حلوه وايجابيه ويحسسوك ان الكل يعني عارف لما تيجي تتكلم معاها مثلا او تتكلم حد كبير، مش اكيد مش بس انا اعتقد كلنا بنشعر بكده، حسسك ايه المشاكل العبيطه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي. الناس دي شافت كتير قوي وعدت بتجارب كتيره جدا لغايه لما وصلت للخبره اللي هي دلوقتي احنا بيحاولوا ان هم يدوها لنا ونستفيد بيها. فيعني ربنا يديهم الصحه الناس دي دايما، حقيقي انا بشعر بسعاده لما بتكلم معاهم. على فكره هم جزء من بركه النادي. والله صح صح, صح, صح. ودعواتهم يعني مستجابه كتير جدا من الاحيان، فربنا يديهم الصحة جميعا. بصيرنا في يوم هنبقى كده كريم. يوم دي أنا بتكلم عن أنا من النهاردة يا ست الناس. نفسي أنا عن نفسي جاهز. أنت عندك حاجة 40 سنة صغير جدا. بلغت من العمر أرزل. طيب ماشي يا كريم. نكمل بقى مع حضراتكم، وين برضو ان احنا نتكلم فيها ونتذكر كده التواريخ الحلوه اللي بتسعدنا والبطولات كمان بيحققها الاهلي. وهنا هنتكلم زي النهارده 8 ديسمبر بس عام 2001، قصه مباراه لما تعادل الاهلي مع سان داونز الجنوب افريقي، ده كان 1-1 في الذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، والمباراه دي احرز هدف الاهلي فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ. وخلينا نقول هنا عن مباراه العوده بقى اللي فاز الاهلي فيها بالقاهره 3-0، سجلها كابتن خالد بيبو، ودي كانت المرة الثالثة اللي الأهلي بيفوز فيها ببطولة دوري أبطال إفريقيا في تاريخه. الأهلي فاز بالبطولة لو هنرجع كده بقى تاريخيا ونتكلم 9 مرات، كانت عام 82 87 2001 2005 2006 2008 2012 2013 ومؤخرا بعد 7 سنين توقف يعني 2020. وان شاء الله المزيد في المستقبل باذن الرحمن. طبعا الكلام عن كابتن سيد عبد الحفيظ ما بيخلصش، مش بس لان احنا النهارده بنتكلم عنه من منطلق ان بتاريخ النهارده حصل كذا، او بتاريخ النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ احرز هدف مهم جدا في سان داونز، لان الحقيقه لاعبي النادي الاهلي يعتبروا يعني كلهم تاريخهم من تاريخ ناديهم العريق. تعالوا نشوف التقرير ده اللي هنتعرف من خلاله عن الناس شايفه كابتن سيد عبد الحفيظ ازاي، شايفه اهدافه ازاي، قالت عنه ايه، ونرجع نكمل. لا هو كابتن سيد عبد الحفيظ يعني ما كانش ليه اهداف كتير قوي، لكن الاهداف اللي كان احرزها كانت كلها مؤثره فما تتنسيش. يعني اتذكر هدف الترجي في تونس هناك كان الهدف الثاني، فكانت النتيجه مؤثره. والله الهدف بتاع الدوري الافريقي بتاع الترجي، كابتن سيد عبد الحفيظ من احسن الاهداف اللي حطها في الترجي كان في ملعب رادس، كنا متعادلين في القاهره 0-0 وطلعنا على الترجي وقالوا مش الماتش خلاص رايح للترجي، ولكن سيد عبد الحفيظ فوجئنا بيه من نص الملعب حطها في الجون، ومصر كلها فرحت، والاميره السمراء طبعا كانت معانا وما زالت معانا، وباذن الله العاشره يا اهلي. في الهدف بتاع الترجي اللي كان في تونس كان هدف جميل جدا، وده كان هدف مؤثر في النتيجه في نتيجه المباراه وفي التاهل. والله كل اهداف سيد جميله، كابتن سيد طبعا حفظ كل اهدافه جميل. بتاع تونس ما يتنسيش، يعني هدف الترجي التونسي كان هدف جميل الحقيقه. بعدين اهم حاجه طبعا فاكرها ان الجون اللي جابنا كاس افريقيا، جون في الترجي اللي كنا بنتفرج هنا فوق في التراس، وكان يعني كان حكايه بصراحه، يعني حاجه كانت غير متوقعه. هو احسن هدف بالنسبه لي اللي هو فعلا فاز فيه النادي الاهلي اللي جابه من نص الملعب في الترجي التونسي. كابتن سيد عبد الحفيظ ليه اجوان كتير الحقيقه، يعني ما تتنسيش، يعني من ضمنها الجون بتاع الترجي، وده كان جون مؤثر جدا في البطوله، واعتقد في جون تاني للزمالك، يعني جون في الزمالك في الدوري، وبرده ده كان جون يدرس الحقيقه. بس دي من الاجوان اللي الواحد ما ينساهاش، يعني الكابتن سيد. احسن جون انا بحبه اللي هو في ماتش الزمالك، جوزيه
كان مأخره لورا كده والكرة اتلعبت بالعرض، هو رجع لورا وجيم قدام ال 18 وراح شايتها في الجول. والهدف يا نهار ابيض، الله 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 يا سيد، الله 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 يا عبد الحفيظ. الهدف اللي عجبني جدا الجول بتاع المحله، جول بتاع المحله كنا متعادلين 2-2 ونزل جاب جول كان لسه راجع من اصابه ولع الدنيا كلها، ولع الماتش والدنيا اتقلبت، بس الحمد لله كسبنا. كان ماتش جميل 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 من احلى جوان الكابتن سيد عبد الحفيظ. في هدف تاني بتاع سان داونز اللي هو في النهائي اللي حطه بدماغه، وعند سيد عبد الحفيظ كان لعيب مميز في كل حاجة، كان لعيب خط نص، لعيب جامد وهداف وعينه حلو على الجون وحاجات كتيرة قوي يعني. والله الكابتن سيد حفظ لي أجوان كتير، بس جون سان داون هو اللي بيأثر فيه لما عمله بالهيد، فجون ده يعني مميز وكويس يعني وكده. اللاعب دايما المتميز مش بس الناس بتبقى فاكراه بعد ما مثلا بيبطل كوره، لا ده بيبقى فاكرين له الاجوال والكواليس وكل التفاصيل اللي كانت موجوده او يعني كانت بتقام منه في الملعب، فيعني حاجه جميله واسم كبير اكيد. برده بنتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ. نروح بقى مع حضراتكم بعد كده للفورمولا 1. حقق هنا المكسيكي سيرجيو بيريز اول فوز ليه في سباق جائزه الفورمولا 1 في البحرين، وده سباقه رقم 190. بس قبل ما نشوف الفيديو خليني اقول لحضراتكم، سيرجيو بيريز ده من مواليد 1990، يعني هو برضو صغير سنا، وفي نفس الوقت هو كان اول رياضي في الفورمولا 1 يصاب بكوفيد 19. اوكي، يعني ده اول رياضي في هذه، او يعني اول شخص في هذه الرياضه بيصاب بكوفيد 19. بتهيألي ما فيش رياضه واحده على الاقل فلت لاعبيها او لاعبتها من كوفيد 19. صح. خلينا تعالوا بقى نتكلم شويه على رياضه الجولف، وتحديدا عن ضربات رياضه الجولف اللي ساعات كتير بيكون فيها ابهار كبير. خلونا نتكلم عن ضربه في منتهى الاهميه، يعني اتلعبت او ضربت في بطوله الجولف بالمكسيك، سجل فيها النرويجي فيكتور هوفلاند ضربة تحت المعدل من مسافة 12 قدم عند الحفرة رقم 18، وبشكل عام حقق 6 ضربات تحت المعدل و65 ضربة ليفوز ببطولة مايو كوبا الكلاسيكية للجولف في المكسيك. وبالمناسبة برضو دي المرة الأولى منذ أن بدأت هذه البطولة في عام 2007 اللي يتم فيها تحقيق الفوز بواسطة ضربة تحت المعدل عند الحفرة الأخيرة. هذا اللاعب الفائز هوفلاند اللي فاز عنده 23 سنة، وسبق ليه أنه فاز قبل كده أو حقق الفوز في بطولة بورتوريكو المفتوحة في فبراير الماضي ده. طيب نروح بقى نطمن كده على الحاله المروريه. احنا بنطمن على الطقس، بس طبعا مهمه برضو ان احنا نطمن على الحاله المروريه. هنروح للفرع النادي بتاعنا في مدينه نصر، ومعانا هناك مراسلنا فايز مجدي. طمنا كده الاجواء هناك عامله ازاي. زي ما بنقول لحضراتكم، لحد دلوقتي نازل عنده اي مصلحه رايح اي مشوار يعني يعرف برضو كده، نحاول نطمنه على الزحمه او المرور اخباره ايه. فايز صباح الخير، صباح عليك انا وكريم، وقول لنا كده الاجواء عندك جنب النادي، المحاور الرئيسيه، الميادين، خلينا نعرف منك يعني الدنيا اخبارها ايه عندك من ناحيه المرور. اتفضل. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان من مقر النادي الاهلي مدينه نصر. والاجواء الصباحيه بالنادي الاهلي اجواء مليئه بالنشاط والحيويه، والاكثر التزاما وحضورا في هذه الفتره هم اعضاء النادي الاهلي القدامى ورواد النادي الاهلي وفريق الرياضه للجميع، ليمارسوا العديد من الانشطه الرياضيه والاجتماعيه والثقافيه وايضا الترفيهيه. كمان الجو النهارده اكثر من رائع، مشمس وجميل، بيساعد على ممارسه العديد من الانشطه بكل نشاط وحيويه. درجه الحراره العظمى 24 والصغرى 13. كمان الحركة المرورية بتكون في هذا التوقيت نوعا ما فيها السهولة المرورية، فاللي حابب من الأعضاء يجي النادي في هذا التوقيت أؤكد له أنه هيستمتع جدا. اللي جاي من أكتوبر هيلاقي أن في سهولة مرورية على الدائري، لكن مع نزول لمنطقة الدقي وكوبري أكتوبر هيلاقي في صعوبة شوية في المرور، فاللي حابب يجي يعني ممكن ينزل بدري شوية، هيلاقي ان هو هيجي هيستمتع بالجو وبالنادي مدينه نصر وانشاءاته الكتير اللي موجوده داخل النادي. لكن ما تنسوش الماسك اهم حاجه وانتم جايين، لان طبعا في تعليمات مشدده ممنوع دخول اي عضو النادي بدون الماسك حفاظا على سلامه جميع الاعضاء.
وعلى الصعيد الرياضي والأخبار الرياضية بالنادي الأهلي، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش الساعة 3 عصرا، والفريق هيتجمع الساعة 2 والمران هيكون الساعة 3 عصرا، استعدادا لمواجهة مصر المقصة يوم الأحد القادم على ملعب الأهلي والسلام بالدوري العام. وحابب أطمن كل جمهور النادي الأهلي على كابتن وليد سليمان وأليو ديانج إن هم هيشاركوا في مران اليوم بعد سلبية مسحة كورونا. واستكمالا للأخبار الرياضية بالنادي الأهلي، فاز أمس فريق كرة الطائرة 15 سنة بنين على نادي هولوليدو نتيجة 3-0 في إدارة الدور الثاني لبطولة منطقة القاهرة على ملعب الزهور. كما فاز فريق كرة اليد مواليد 2006 بنات على أكاديمية يوجرو بنتيجة 34-10 في مباراة طبعا أكثر من رائعة ببطولة الجمهورية على ملعب النادي الأهلي مدينة نصر. كما فاز فريق كرة اليد بنين مواليد 2009 على نادي المقاولون بنتيجة 21-20 ببطولة الجمهورية على ملعب المقاولون العرب. وأخيرا فاز فريق الكرة الطائرة 14 سنة بنات على نادي النصر بنتيجة 3-2 بالدور قبل النهائي بمنطقة القاهرة على ملعب نادي النصر. مباراة اليوم للنادي الأهلي في الساعة 3 مساء، مباراة يد بنات مواليد 2004 ضد أصحاب الجياد ببطولة الجمهورية على ملعب أصحاب الجياد، والساعة 6 مساء مباراة سلة 14 سنة بنين ضد نادي الزهور ببطولة منطقة القاهرة على ملعب نادي مدينة نصر. كل التوفيق والدعم لفرق النادي الأهلي اليوم بالفوز إن شاء الله، وبذلك نكون نقلنا لكم كل الأجواء والأخبار بالنادي الأهلي بالفترة الصباحية. عودة ليكم من جديد وإلى الاستوديو. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز فايز مجدي، شكرا للتغطية الجميلة. نروح بقى لزميلتنا العزيزة نورهان طمان مراسلة النادي الأهلي، هي كمان موجودة في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر لنتعرف من خلالها على أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والدولية، وخصوصا لقطة يمكن يعني كتير جدا من الناس وقفت عندها امبارح بالليل وكلمت عنها، لقطة أو مجموعة لقطات لطفل كان يعني نايم بره سور نادي ما في إحدى محافظات مصر، والولد واضح جدا إن هو إمكانياته المادية على القد وبيعمل نفس التمارين اللي الأطفال اللي جوه سور النادي بيعملوها كإجراء أو كتدريب من ضمن تدريبات كرة القدم. صباح الخير عليك يا نورهان، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم، ولكن كمان زي ما عودناكم هنفكركم بأبرز المباريات اللي هتجرى اليوم، واللي طبعا زي ما احنا عارفين هيكون أبرزها في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. الساعة 8:10 لاتسيو هيواجه كلوب بروج البلجيكي، وزينيت بيترسبورغ هيواجه بروسيا دورتموند الألماني. أما بقى الساعة 10 ففي العديد من المباريات، على رأسها تشيلسي هيواجه كراسنودار، ورين هيواجه إشبيلية، وبرشلونة هيواجه نظيره يوفنتوس الإيطالي، ويعني يمكن دي المباراة الأبرز النهاردة. دينامو كييف هيواجه فرانك فاروزي، وباريس سان جيرمان هيواجه شاك شهير التركي، ومانشستر يونايتد الانجليزي هيواجه لايبزيج. دي كانت يعني مباريات اليوم النهارده حبينا نفكر حضراتكم بيها. خلينا كمان بقى نروح لابرز الاخبار، والخبر الاول معانا من موقع اليوم السابع، ريال مدريد يهنئ الاهلي بدوري الابطال أصبح الأكثر نجاحا في تاريخ المسابقة. حرص نادي ريال مدريد على إرسال برقية تهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه بالبطولة التاسعة على بعد طبعا الفوز على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف وتحقيقه لبطولة الأفريقية التاسعة في تاريخه. وجاء نص البرقية كالآتي: من نادي القرن الأوروبي إلى نادي القرن الإفريقي، نيابة عن رئيسنا بيريز وجميعنا في ريال مدريد، نود أن نهنئكم بالفوز على اللقب التاسع من دوري أبطال إفريقيا، وبهذا الإنجاز العظيم أصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وهذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به. ومن موقع سوبر كورة اليوم، منتخب الشباب يغادر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا. يغادر منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة نجم النادي الأهلي السابق طبعا كابتن ربيع ياسين اليوم إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا اللي هتكون مؤهلة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا موريتانيا 2021. كمان الوزير سيد الدكتور أشرف صبحي حرص على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني لدعمهم ومؤازرتهم قبل السفر لتونس. خلينا نفكركم أنه في منتخبين فقط هم اللي هيصعدوا للبطولة اللي هتقام في مارس
من العام المقبل، وهيكون ما بين مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا. روح بقى للخبر اللي يمكن كلمتنا عنه يا كريم قبل ما أنا أكون موجودة، خبر الطفل يوسف صاحب ال 15 عام. يمكن عايزين نقول لكم أن السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة أو في الفترة الأخيرة يمكن ظهر فيها العديد من السلبيات، ولكن رغم العديد من السلبيات دي كمان ظهر العديد من الإيجابيات، واللي كان أبرزها في الخبر اللي معانا اليوم من موقع كورة: الصدفة تقود طفل الأكاديمية لتحقيق حلمه بعد عامين. كان في صورة انتشرت لطفل بيقوم بإجراء عمليات تدريب بيقلد فيها أطفال زمايله، ولكن من خلف أسوار أحد الأكاديميات في مدينة الشروق. الصورة دي لاقت يعني تفاعل كبير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واللي يعني أكبر مسؤوله نادي مصر المقصة بعد التفاعل الكبير على الصورة دي إن هم يضموا يوسف للأكاديمية. وكمان خلينا نقول إن الصورة دي يمكن تم التقاطها من عامين، ولكن انتشرت في الأيام الأخيرة، وضم يعني أكاديمية مصر المقصة تفضلت مشكورا بضم الطفل يوسف بعد ما طبعا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي طلبوا بوجود اللاعب داخل أحد الأندية. ومن موقع سوبر كورة أيضا: الغيابات تضرب الوداد قبل مواجهة الدفاع الحديدي الجديدي. يمكن في مباراة غد فريق الوداد المغربي يعني هيتأثر بغيابات عديدة، أخرها أيمن الحسوني اللي أصيب في المباراة الأخيرة للفريق، ووليد الكورتي أيضا أصيب في المباراة الأخيرة. الثنائي اللي انضم للغيابات اللي كانت موجودة من قبل في الفريق ليكون خمس غيابات عن المواجهة في الجولة الثانية من الدوري المغربي، وكانت الغيابات من سفيان المدن والشيخ إبراهيم كومارا وأيوب العملود. وأخيرا من موقع سكاي نيوز: لازالت أصداء وفاة النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا تسيطر على يعني الصحف العالمية. من سكاي نيوز: مشروع قانون لطباعة صورة مارادونا على العملة. قدم للكونجرس الأرجنتيني مشروع قانون لطباعة صورة الأسطورة مارادونا على العملة الأرجنتينية، وده طبعا تقديرا لجهوده في عالم الساحرة المستديرة وقيادته لمنتخب الأرجنتين في العديد من السنوات، وتحقيق طبعا المونديال. الطلب اللي تم تقديمه للكونجرس الأرجنتيني بيفيد أنه هيتم طباعة نصف وجه مارادونا على العملة، والنصف الآخر لإيده اللي سجل بيها هدفه الشهير في شباك انجلترا في مونديال 86، واللي يمكن كان ليه تعقيب طريف جدا بعديها لما تم انتقاد هذا التصرف، قال انها يد الله. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي بمدينه نصر. شكرا لكم جدا، وعوده الى الاستوديو. زميلتنا العزيزه نورهان تمام مراسله قناه النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، بنشكرك شكرا جزيلا، صباح الفل عليك. اخيرا ابتدت تندع حاجات عدله ايجابيه من ورا السوشيال ميديا، مش كله سلبي سلبي سلبي. هي ليها فعلا، هي ليها يعني جزء سلبي جزء ايجابي، بس فعلا ليها تاثير. يعني اللي احنا نقدر في الاخر نقوله ان السوشيال ميديا لها تاثير كبير جدا او ضخم جدا، وربما بتغير كمان مجرى الاحداث. فعلى فكره ده حصل قبل كده برده، بس الكلام ده من كذا سنه، لما كان طفل قاعد بيتفرج على مدرسة مش على نادي، كانوا أطفال في الطابور وهو كان واقف وبيحيي العالم معهم بصورة منتشرة جدا برضو وقتها، برضو ناس كتير جدا تحدثوا عن الموضوع ده. بس كل اللي أقدر أقوله يا كريم إن فكرة هنا برضو لما نيجي نتكلم عن عمالة الطفل أو مثلا سن الطفل إن هو يدخل مدرسة لغاية فين أو التوقف إمتى، الدولة فعلا مهتمة جدا بالجزئية دي. لو هنتكلم بصراحة الحق يقال إن عندنا قوانين بتسن فكرة إن أنت ترفع السن، فكرة عمالة الطفل كمان، فدي حاجة محترمة جدا. الشق الثاني ان انت تتكلم عن ان التعليم الى حد كبير مش هنقول اجباري، ولكن برضو في كلام ان انت ما ينفعش تخرج الطفل بره الا لو في اسباب تمنع ذلك بره التعليم. فهنا كل دي مبادرات او محاولات لفكرة حماية الطفل في الاخر، فدي حاجة محترمة جدا طبعا. وبعدين فكرة ان احنا نشوف ان السوشيال ميديا بيستخدم صح كسلاح للبناء وللتنمية وللتوعية، إلى جانب الجزء الترفيهي، لأن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة أكيد أنت لمسة ده، أنت برضو ليكي في التويتر والفيسبوك والنوع ده من الأمور. يعني وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت المتنمرين على التنمر،
الى حد الى حد بعيد الى حد بعيد بقى، كل واحد مستخبي ورا اكونت في اغلب الاحيان بيكون اكونت وهمي عشان يبتدي بقى بلسانه اللاذع ينشر بقى بزاقاته على خلق ربنا. فحاجه مش لطيفه. بص، علشان كده الواحد دايما بيقول يعني طبعا لو كلمه حلوه اتقالت دي حاجه هتسعدنا، بس مش هتعلينا يعني، يعني ولا كلمه وحشه هتقلل منك. ادي اند او في النهايه انت عارف انت فين مستواك، فحاجه كويسه اتقالت كتر خيرك، حاجه وحشه اتقالت كانها ما اتقالتش. بقى انا بتعامل بهذا الشكل. بس اللي انا حابه اقوله بقى الجزء الاحلى من كده، ان من ساعه لما بتشتغل او بتخش كيان الاهلي انت مش محتاج ترد على حد ولا تهتم انت هتلاقي عيلتك هي اللي بتخش ترد، ده لو في حاجه سلبيه. بس الحمد لله رب العالمين بجد دي حقيقه تقال، ما فيش حاجه. لو في حاجه سلبيه بتبقى 0.5% كان مش 1%. حقيقي الكلام كله جميل، الناس تعليقاتها اكتر من رائعه وفيها كلام بيشجع بشكل كبير، فدي حاجه اكيد في الاول في الاخر يعني تسعدنا وتشرفنا انا وكريم ان احنا بنقدم حاجه محترمة لحضراتكم من خلال 10 صبح في الأهلي. طيب كده الفقرة الأولى بقى خلصت، هنروح لتمارين جديدة مع كابتن عامر محمد، وبعد لما نشوف التقرير ده هنرجع، بس هتكون بقى أولى فقراتنا الحوارية. خليكم معانا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان. النهاردة إن شاء الله هنعمل شوية تمارين خاصة بالإنسينيتي، نقدر نحرق بيها شوية كالوريز على الصبح ونعلي الهارت ريد ونبقى مبسوطين وإحنا نازلين والدم ماشي في عضلات جسمنا كلنا. ونبدأ بجامبين جاكس. يلا هوب، 1 2 3 4 5 6 7 8. تاني 1 2 3 4 5 6 7 8. التمرين الثاني، ها حط رجلي على الستيب، رجل الشمال طبعا كابتن احمد من غير الستيب. للي عنده مشكله في ركبته او في الكالفز يشتغل من غير الستيب، ما فيش اي مشكله. يلا ريدي ستيدي جو هوب، 1 2 3 4 5 6 7 8. بدل، ها 1 2 3 4 5 6 7 8. اخد نفس تحت فوق تاني تحت، رجلي الشمال على الستيب، هعمل جامب وابدل رجلي هوب، 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان مرة 1 2 3 4 5 6 7 8. نفس تحت فوق نفس يلا. وانا واقف هعمل بوش برجلي وهي مفرودة، 1 2 3. ايدي شغالة معايا، 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. نفس انفخ تحت، نفس تاني انفخ تحت. ممكن نعيد تاني نفس التمارين تاني مرة تانية، نعملها مجموعة تانية تاني، رجل الشمال على الستيب هوب، 1 2 3 4 5 6 7 8. شمال 1 2 3 4 5 6 7 8. تخش على التمرين الثاني، رجل الشمال ابدا برجل الشمال على الستيب، ها ابدل هوب جامب، 1 2 3 4
5 6 7 8 تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 نفس فوق انفخ تحت تاني نفس انفخ تحت هعمل بوش برجلي يمين شمال هوب 1 2 3 4 ايدي شغاله معايا 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ستوب نفس ثاني بالراحة انفخ تحت بالراحة فوق ثاني اخد نفس انزل تحت بالراحة بسيط وبكده نكون عملنا تمارين جديدة نحرق بيها دهون اكتر والمرة الجاية يبقى فيه تمارين جديدة وكلام في الرياضة اكتر. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا الاهلي يعتبر يعني جزء من الدوله بطبيعه الحال ويعني محبيه ومشجعيه الى جانب طبعا اعضاء واللاعبين في الرياضات المختلفه، بس بصفه خاصه مشجعيه وعشاقه بيشكلوا نسبه كبيره جدا من تعداد الشعب المصري. والحقيقه برضو كلمه حق لازم تتقال، دايما النادي الاهلي بيكون من الاوائل من اوائل المؤسسات اللي بتنتهج دايما السياسه العامه للقياده السياسيه. في فقرتنا النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن الشباب وعن تمكين الشباب اللي اوصى بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا من خلال يعني اوجه مختلفه. على حد علمي المفروض ان النادي الاهلي تقريبا هو الكيان الرياضي والاجتماعي الوحيد اللي عنده لجنه للشباب، هنعرف بقى من خلال هذه الفقره تحديدا يعني تفاصيل هذه اللجنه، انشطتها، دورها المهم جدا وحجم فعاليته، هنعرف كل الاجابات على النوع ده من الاسئله من خلال الاستاذ احمد حسام عوض وهو رئيس اللجنه. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الفل، صباح الفل يا كريم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك، نورنا في 10 صفوف الاهلي. ويمكن دي مش اول مره يعني نستضيف حد من لجنه تابعه للنادي الاهلي، اعتقد قبل كده كان معانا لجنه المراه والطفل. مظبوط. فيعني شغل كبير بيتم على ارض الواقع. ولو هنتكلم تحديدا النهارده على لجنه الشباب، بدايتها بقى اتشكلت ازاي؟ مين الاعضاء فيها؟ السن قد ايه؟ الاعمار؟ يعني الاول الشكل العام وبعد كده نخش في تفاصيل الاداء. اتفضل. لجنه الشباب ابتدت مع تولي المجلس الحالي، مجلس الاداره الحالي. يمكن زي ما كريم قال، احنا اول نادي يشكل لجنه شباب على مستوى مصر. ما فيش لجنه شباب، في ممثلين شباب في انديه، ولكن لجنه شباب النادي الاهلي هي اول لجنه تشكل على مستوى نادي رياضي في مصر. كان ايمانا من الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بدور الشباب وبفعالياتهم الفتره اللي فاتت، وايمانا برضو منهم بان الدوله المصريه عاوزه تمكن الشباب في ملفات مختلفه، وبالتالي كان بدايه لجنه الشباب. لجنه الشباب مكونه من 15 عضو. اللائحة تتيح التقدم لجنة الشباب لحد سن 35 سنة. ده من عفوا هو بقى لكم 4 سنين تقريبا، يعني مع من اول المجلس 3 سنين. ده تقريبا مع التوصيات اللي كان سيادة الرئيس بيتحدث بشأنها حول تمكين الشباب اصلا وفكرة بالزبط. مؤتمرات الشباب اللي كانت بتتم وكده. كان تقريبا بعد اول مؤتمر شبابي، المؤتمر الوطني للشباب كان سيادة الرئيس اعلن عنه 2016. كنا احنا تقريبا 2017 اخر 2017 ابتدينا تشكيل لجنة الشباب وابتدينا شغل عليها.
جميل. هو طبعا فكره ان لجنه للشباب مختصه بشان الشباب بطبيعه الحال لازم يكون اعضائها يعني اخرهم النسبه يعني السن اللي حضرتك ذكرته اخره 35 سنه، بس هل ده بالضروره وبالتبعيه معناه عدم الاستماع لاراء اصحاب الخبرات الحياتيه المتراكمه كبار السن اللي عندهم من الخبره والحكمه ما يفيد لجنه الشباب؟ بالعكس، بالعكس تماما. احنا ده بالعكس، احنا بنروح يعني انت عندك مثلا لو بنتكلم على كبار السن في لجنه الرواد، استاذ فؤاد اسماعيل هو رئيس اللجنه، بنجتمع بشكل دوري مع المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا وبناخد منه نصايح، ولو عنده فكره خاصه بالشباب بيعرضها علينا، وبرضه احنا عندنا احنا كشباب لو عندنا افكار خاصه بالمراه بالطفل بنعرضها على الساده رؤساء اللجان وهكذا. تبادل الافكار ده شيء اساسي وموجود، وبالعكس ده يعني احنا دايما بنحب نستفيد من خبرات الساده كل الاعضاء على فكره. يعني انا يمكن كمان عاوز ادعو كل شباب النادي الاهلي اللي عنده افكار، اللي عنده مشروعات، اللي عنده حاجه عاوز يقدمها فورا يتواصل مع لجنه الشباب. يمكن في ناس مش بتحضر او مش عارفه ان في نشاطات معينه للجان، فبدعو من خلال البرنامج انه يا ريت الشباب والكبار والنساء والاطفال يتشوفوا اللجنه المختصه بيهم ويتواصلوا معها فورا ويعرضوا عليهم مشروعاتهم وانشطتهم على طول فورا، وبنستجيب ومجلس اداره في دارنا في الحته دي الحقيقه. يعتبر زي منفذ يعني للشاب ان هو يقدر من خلالكم يقدر يحقق او حتى لو خطوات اولى لحلمه، يعني نقدر نقول كده ده او انتوا بتدوه الامكانيه لتحقيق ده. بالزبط. دي حاجه محترمه جدا. طيب هل مثلا اي مبادرات بتتم تباعا مع وزاره الشباب والرياضه ولا في حاجات منفصله برضو نفهم؟ في حاجات النادي الاهلي بيشتغل عليها لوحده من خلال مجلس الاداره والاداره التنفيذيه، وفي حاجات وزاره الشباب يمكن وجهت لنا الدعوه من فتره الدكتور اشرف صبحي، تشرفت بدعوتي لحضور اجتماع مع الوزاره خاص بالمبادرات الشبابيه والانشطه اللي بتقدمها الوزاره خاصه بالشباب. طبعا اي مبادره او نشاط بتقدمه الوزاره لازم اللجنه بتقدمه لمجلس اداره النادي الاهلي بناخد الموافقه عليه الاول وبعدين نبدا نشتغل عليه. الفتره اللي فاتت احنا شغالين على كذا ملف، ملفات رياضيه، ملفات تعليميه، ملفات تطوير، ملفات تثقيفيه، كل ده عشان نقدر نجمع اكبر قاعده شبابيه ممكنه، ودي احد اهم اهداف لجنه الشباب. انت محتاج تلم قاعده شبابيه محترمه بتحاول تجمع كل الاهتمامات بتاعه كل الشباب في بلاتفورم واحده عشان تبدا تشتغل عليهم، تشوف هم عاوزين ايه، محتاجين ايه، اللي عنده فكره، اللي عنده مشروع، اللي عنده نشاط عاوز يعمله. ده دور اساسي من ادوار لجنه الشباب وهي حلقه الوصل ما بين الشباب. بس استاذ احمد التمويل، يعني مثلا شاب جه عرض على حضراتكم فكره مشروع مثلا عايز ودرسه كويس جدا، التمويل بقى لو مثلا بيحصل ازاي؟ يعني عايز بس الاليه على الارض ازاي؟ نقطه مهمه جدا. المشروع ما اقصدش انه ممكن ما يكون مشروع بمعنى مشروع استثماري محتاج تمويل ومحتاج راس مال، ممكن يكون مشروع عاوز يعمل حاجه على ارض النادي، عاوز يعمل عنده فكره تسويقيه خاصه بالنادي، عنده فكره تكسب النادي بشكل او باخر، كل ده احنا اوبن ليه وبنشتغل عليه وبنقدمه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. طبعا بشكل آخر لو في حاجة من النوع اللي حضرتك بتقولي عليه ده موجود ومتاح بنقدر احنا عندنا بدأنا مؤخرا نتكلم مع كذا مؤسسة برة ان احنا اللي عنده فكرة تسويقية، عنده فكرة استثمارية، ازاي نقدر نمولها من خلال انجلش عشان نكون وصلناه بالشكل الطريق اللي يبتدي ويمشي فيه. بالمناسبة خدمات لجنة الشباب إنجاز التعبير موجهة فقط لشباب النادي الأهلي ولكل من هو منتمي لهذا الكيان، ولا تعدت حدود النادي الأهلي وفيها يعني خدمة مجتمعية بشكل عام؟ لا طبعا ال- 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 الخدمة المجتمعية بشكل عام ده أساسي. دور اللجان هو دور خدمي لأعضاء النادي الأهلي ودور خدمي لأعضاء أو للدور المجتمعي بتاع النادي الأهلي. احنا ناس كتير جدا بتبعت لنا يقول لي أنا عندي فكرة كذا كذا عاوز أعملها للنادي الأهلي، هو مش عضو في النادي الأهلي طبعا باخدها وبسمعه، بالعكس انا باخده من ايده واديه للمسؤول اللي مختص بهذا الملف سواء كان عضو مجلس اداره او سواء كان مدير تنفيذي او بقول له هذا الشاب عنده فكره كذا كذا عاوز يخدم بيها النادي الاهلي، مش عاوز حاجه، هو حبا في النادي وحبا في الكيان، فبالعكس طبعا بنشتغل عليها بالشكل ده. طيب خدنا كده يعني على ارض الواقع شويه، انتوا مثلا بتعملوا اجتماعاتكم كل قد ايه؟ ولما بتبقوا مثلا مجتمعين الشاب او اي شخص بيدخل عليكم يقول لكم ايه؟ يعني اسلوب الشغل او العمل الاداء على الارض بيبقى ازاي؟ بصي احنا زي ما قلت لك احنا 15 عضو بنجتمع بشكل شهري، يمكن موضوع الكورونا شهريا طبعًا. فقط مفيش بنجتمع بشكل شهري الا لو في مشروع او فعاليه معينه بنبدا بقى
احنا شغالين بنظام مؤسسي مصغر شويه. يعني لو في فعاليه معينه انا بدي فيها مثلا الفعاليه دي لاربعه من اعضاء اللجنه او خمسه على حسب حجم الفعاليه، بيبتدوا يشتغلوا عليها، بيبتدوا يجتمعوا، هو يدوني بيها ريبورت وانا بالتبعيه بديه لرئيس اللجان العليا وهو بيديه لمدير التنفيذ وهكذا بشكل مؤسسي او بشكل منظم، نبتدي نشتغل عليها بالشكل ده. مناقشه الافكار او مناقشه المشروعات دي بيتم فيها اجتماعات شهريه وبيتم فيها اجتماعات دوريه مع رئيس اللجنه العليا ومع اعضاء اللجنه العليا طبعا كلهم، وبنبتدي نقدم هذه المشروعات للاداره التنفيذيه والمجلس الاداره من خلال اللجنه. بس المشروعات دي مش فقط يعني ايفنت صح كده؟ يعني مش مثلا ايفنت بيتعمل وبيتصور وخلاص، لا ممكن يبقى ورك شوبس مثلا طبعاً. ممكن يبقى حاجات زي كده. طبعا طبعا. يعني احنا انا عايز اقول لك حاجه، ان احنا في اول تولي مجلس كابتن محمود الخطيب الفتره اللي فاتت حصل اجتماع مع الكابتن مع كل اللجان، واحنا كانت لجنتنا معاهم، قال لنا كده لفظا انتوا حدودكم يعني مالكوش حدود في التفكير، اشتغلوا على كل حاجه، مشروعات استثماريه، فعاليات، يعني الحاجات البسيطه حتى اللي على الارض اللي بتخدم اعضاء النادي، الدور المجتمعي، اشتغل على كل حاجه واحنا في ظهركم وبنشتغل. وده فعلا اللي حسيناه واشتغلناه الفتره اللي فاتت. على ذكر اللي بتشتغلوا او هتشتغلوا لسه عليه، وبرضه بحكم موقعك في لجنه الشباب في النادي الاهلي، اكيد لمستم احتياجات الشباب، نواقص الشباب، اهتمامات الشباب، لقيتوا ايه كده باختصار؟ بص انا دايما عندي يعني سؤال حلو قوي، دايما الشاب محتاج اللي يسمع تفكيره، اتجاهه، يبدا يوجهه. ممكن يكون في فتره معينه في سن الشباب يكون هو تايه شويه في اعمل ايه، اروح فين، ابتدي ازاي، اشتغل ازاي، طب عاوز ابتدي الحته دي. حب كل واحد بيحب النادي الاهلي تحديدا، لو بنتكلم على لجنه شباب النادي الاهلي كل واحد بيحب النادي الاهلي بطريقته، ازاي تاخد الشاب ده توجهه في الحته الصح اللي يخدم بيها ناديه ويخدم بيها نفسه بدون تجاوز، بدون زي اللي اتربينا عليه طول عمرنا في النادي الاهلي. وبالتالي دي من احد اهم ادوار لجنه الشباب، بيجي لنا شباب من سن يمكن 15 و16 سنه في سن اللي بيبقوا فيه يمكن الحماس واخد شويه لحد سن ال 35 وال 40 وهكذا. بنبدا نوجه الشباب دي بشكل انت عندك حاجه عاوز تخدم بيها النادي الاهلي، تعالى انا قاعدك مع المسؤول، بس انت لازم تكون متحمل المسؤوليه دي، عارف انت هتقعد مع مين وهتتكلم ازاي، اعمل برزنتيشن، اكتب بالكلام منمق منظم، تكون عارف انت داخل بتتكلم مع مين وبتتكلم في ايه عشان يبقى له قيمه. لما بيحس الشاب بده بيبدا يتفاعل ويشتغل وبيطور نفسه حتى في عمله في دراسته بشكل على ذكر الحماس، لما الحماس يعني يكون متوجه صح والغرض نبيل بيبقى حماس محمود بل ومستحب طبعًا طبعًا. لكن في كتير من الاحيان زي ما شاهدنا في الفترات الاخيره ساعات الحماس ده يعني بيودينا لسكه تانية زي التنمر، زي فكره التعصب المبالغ فيها. وبرده لمسنا من خلال برده كام شهر اللي فاتوا ان كان في مجموعه من المبادرات كلها ماشيه بسكه ان لا للتعصب، بغض النظر ان ده كان عنوان المبادره ولا لا، فكره منع التعصب. ايه دور لجنه الشباب في حاجه زي كده؟ احنا الجمعه اللي جايه تماشيا يعني من مع مبادره لا التعصب اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه، عاملين ماراثون للجري في فرع زايد ان شاء الله تحت شعار لا للتعصب. احنا الفكرة ان حصل متغيرات مؤخرا على الساحة الرياضية كلنا لازم نستغلها، كلنا لازم ما ننساش ايه اصل الرياضة وايه اصل الـ ايه هدف الرياضة. احنا في الاخر الرياضة هي وسيلة تسامح وتفاعل بين الناس، لا عمرها كانت وسيلة خناقة ولا تنمر ولا مفروض. ولا للأسف الشديد اللي كنا بنشوفه الفترة اللي فاتت، بالعكس. ولذلك كانت المبادرة بعد التغيرات اللي حصلت الفترة اللي فاتت كلنا اشتغلنا عليها، وان شاء الله الفترة اللي جاية لجنة الشباب هتاخد مع كمان بعد ما فات مجلس الإدارة مع الوزارة نفسها كمان هنبتدي نتحرك في تحركات في الاتجاه ده ان شاء الله، عشان الشباب يفهم الفرق ما بين الرياضة واللي كان بيشوفه الفترات للأسف الفترة اللي فاتت يعني. طيب نرجع للنقطة دي مع حضرتك تاني، بس بما ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي برضو مهم ان احنا يعني دايما يكون في تغطية مستمرة كده. هنروح لمراسلنا فايز مجدي مرة تانية، وهو معاه دلوقتي لقاء مع العميد احمد النحاس القائم باعمال مدير فرع اهلي مدينة نصر. يا فايز بصبح عليك مرة تانية وتفضل. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وبصبح طبعا على ضيف البرنامج كابتن احمد حسام عوض رئيس لجنه الشباب بالنادي الاهلي، وعوده لكم من جديد. ومعي في هذه اللحظات العميد احمد النحاس القائم باعمال مدير فرع النادي الاهلي مدينه نصر. برحب بيك طبعا في البدايه على شقنات الاهلي،
وسياده العميد، يعني احنا عايزين نوضح حاجه مهمه جدا لجمهورنا، ان بعد دوري ابطال افريقيا والفوز بافريقيا وفوز بكاس مصر، توافد العديد من محبي النادي الاهلي ومشجعي النادي الاهلي ان هم يكونوا متواجدين داخل النادي الاهلي مدينه نصر، وفتحتوا يعني الابواب بكل حب لكل جماهير انها تدخل، وفي نفس الوقت لا ولا الانشاءات اتاثرت ولا المطاعم ولا اي حاجه. اتكلمنا عن هذا الموضوع. استاذ فايز، برحب فيك في المقام الاول في بيتك في النادي الاهلي، برحب بقناه النادي الاهلي، بصبح طبعا على ضيوف كابتن كريم والاستاذه نهواند، الاستاذ احمد حسام الصديق الغالي. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، احنا الفتره الاخيره بنعيش لحظات جميله ونشوه انتصار على جميع المستويات، سواء على المستوى الرياضي، على المستوى الانشائي، على المستوى الاجتماعي. يمكن هبتدي بحديثي مع حضرتك بالنسبه لمباراه الحدث الافريقي الاهم على مستوى القاره الافريقيه والمستوى القطر العربي والقطر المصري تحديدا. الحمد لله بمتابعه شديده جدا من الاداره التنفيذيه برئاسه العميد محمد مرجان، قدرنا ان احنا في اليوم ده نعمل كل الاحتياطات اللازمه والترتيبات اللازمه، سواء الخاصه باماكن الجلوس او الاجراءات الاحترازيه المتبعه بسبب الظروف الحاليه اللي بيمر بها العالم والقطر المصري بشكل كبير الخاصه بكوفيد 19. الحمد لله اليوم ده تقريبا ما لا يقل، احنا قدرنا نعمل احصائيه ما لا يقل عن 10,000 عضو او متردد على النادي من عضو او ضيوف لاعضاء، سواء القادمين عن طريق الدعاوي او التذاكر. قدرنا الحمد لله ما نحرمش محبين النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومشجعين النادي الاهلي من شرف تواجدهم، خلينا نقول في صرح مدينه نصر او فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، ويعيشوا اللحظات الجميله دي ويفرحوا ويعرفوا قيمه النادي الاهلي. والحمد لله كان خاتمه خير في الاخر ان احنا وصلنا نتيجه ايجابيه، وده شكل او نهايه طبيعيه لمنظومه زي منظومه النادي الاهلي. يمكن اليوم ده تحديدا احنا زي ما حضرتك عارف فرع مدينه نصر مجهز بادوات لوجستيه، خلينا نقول عليها لوجستيه، الشاشات العرض الخاصه بالنادي الضخمه بتغطي اكتر من الاريا. اليوم ده تحديدا بالعرض على الاداره التنفيذيه والعميد محمد مرجان قدرنا ان احنا نوفر أربع أريات مختلفة تساعد العضو إن هو يبقى قاعد بنفس الأريحية واخد نفس الخدمة المطلوبة اللي كان متعود عليها في الأريات اللي كان السابقة، وده تحديدا حاولنا نعمله بشكل محترم، لأن عارفين إن اليوم ده بينتظره كل النسبة الأكبر من الشعب المصري، خلينا نقول الشعب المصري مش أعضاء النادي الأهلي أو المنتمين للنادي الأهلي. حطينا في الاعتبار نسبة التردد هتبقى مختلفة شوية، يوم أجازة للمجتمع المصري، فالحمد لله اليوم ده عدى بخير، نهايته نهاية انتصارات، قدرنا نخلي العضو يبقى قاعد مبسوط فرحان بالمكسب، فرحان بأماكن الجلوس اللي هو قاعدها، خدمات بتقدم ليه بنفس المستوى، ما يعني ما فيش منطقة بتفضل عن منطقة أخرى. فالحمد لله كان يوم جميل، خرجنا بشكل آمن، ويمكن مع نهاية اليوم من الحاجات الجميلة اللي تثبت نجاح الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي بالمرور باليوم ده تحديدا، شكر من الخدمات الشرطية المعاونة اللي كانت موجودة في اليوم ده، إن احنا قدرنا بشكل أو بآخر إن ما يبقاش في مشكلة وحيدة جوه الفرع. وحتى عقب الانتهاء أساليب الاحتفال بالفوز كانت بالشكل اللائق دون الخروج عن النص. فعلا الحمد لله النادي الأهلي نادي مؤسسي كل المنتمين ليه يعلموا جيدا المبادئ والأخلاق اللي تعربنا عليها واللي تعودنا عليها، وده ظهر أو بيظهر في أحداث زي أحداث مباراة أفريقيا، وإن شاء الله بإذن الله نفضل حاسين بالشعور ده، متمنين من المولى عز وجل إن شاء الله نكمل على خير سواء في السوبر الأفريقي أو السوبر المصري. في إنشاءات عديدة بتم إنشاءها داخل نادي أهلي مدينة نصر، في انشاءات عديده داخل النادي الاهلي فرع مدينه نصر بيتم انشائها، عايزين نتكلم عنها. وكمان انا شايف ان في مشاريع لسه تحت الانشاء، فكلمنا عنها بالتفصيل سياده العميد. بص حضرتك، احنا طبعا في انشاءات على مستوى النادي الاهلي بالكامل، سواء مقر الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد، ودي كانت سياسه المجلس برئاسه كابتن محمود الخطيب. يمكن انا بعتبر فرع مدينه نصر الاسعد حظا
في بداية عملية التطوير في العملية الإنشائية على مستوى الفروع ومستوى مقر الجزيرة. هخص طبعا بالذكر الفرع بتاعنا. الحمد لله احنا مع بداية الدورة وتنفيذا للوعود اللي التزم بها مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب بالنسبة للمنشآت الحديثة داخل النادي، بداية من الفود كورت اللي احنا الصرح الجميل اللي احنا واقفين فيه اللي هو بيشرف بيه كل من هو منتمي للنادي الأهلي، كل من هو بيتردد سواء عضو أو ضيف أو رياضيين، لأن انت كنادي انت بتستضيف فرق رياضية في المنافسات الأوفيشال تورنمنتس عندنا، ملاعب الرياضية، قطاع الناشئين على المستوى الرياضي، ناشئين وشباب بالكامل جوه مدينة نصر، فبيشوفوا التطورات ده. ابتدينا بالفوت كورت، حاجة مشرفة، حاجة جميلة جدا، بيتحاكى عليها على مستوى الأندية الرياضية، وبيجي بعثات ورؤساء أندية يشوفوا النموذج ده ازاي يتعمل، ازاي بيتابع، ايه آليات العمل فيه. بوابة رئيسية على أعلى مستوى، فخر لينا احنا كمنتميين للنادي الاهلي، يمكن كانت في الاحداث الرياضيه ومنها المباريات الهامه او المباريات القاريه بتبقى مزار وبيرتب ليها رحلات، بيجي من كل المحافظات وكل من هو محب للنادي الاهلي بيجي بيبص على الكلام ده، بيشوف الكلام ده بفخر وعزه، وبيأكد جوه نفسه لا احنا النادي الاهلي مختلف. البوابة الخلفية يمكن برضو مؤخرا كابتن محمود الخطيب في مجلس الإدارة المحترم افتتحوها بشكل لائق جدا، عندنا نموذج مش موجود على مستوى أندية المصرية، ويمكن مش عايز أقول إن هي على مستوى أندية القطر العربي، منطقة مستحدثة، المنطقة الترفيهية، أمواج حمامات سباحة، أمواج، يمكن النماذج دي احنا بنشوفها في قرى سياحية فأثناء ما بنصيف، أثناء ما بنسافر، شفناها جوه النادي الأهلي، كل ما هو جديد بنشوفه جوه النادي الأهلي. مؤخرا الحمد لله مع عملية التطوير، ويمكن ده سياسة مجلس إدارة النادي الأهلي إن هو يبقى مواكب للتطور الإنشائي على مستوى الدولة المصرية والرؤية السياسية للدولة المصرية. يمكن احنا كلنا بنعيش فترة تطور في مناطق طريق النصر وحسن المأمون، نتج عنها الحمد لله ان احنا خدنا موافقه بحاجه جميله جدا اللي هو جراج النادي الاهلي اللي هو مطلب جماهيري لاعضاء النادي الاهلي. شكرا ليك سيادة العميد، شرفتنا على شكل النادي الاهلي. ده كان لقائنا مع العميد احمد النحاس القائم باعمال مدير فرع النادي الاهلي مدينه نصر. شكرا ليكم وعوده ليكم من جديد والى الاستوديو. فايز يعني يبلغ تحياتنا لسياده العميد، لقاء اكتر من رائع، ويعني مجهودات سردها لنا يعني بشكل محترم جدا، نشكره جدا، وبلغه ان احنا ان شاء الله انا وكريم كمان هنزوره قريب في فرع مدينه نصر، يمكن ده الفرع الوحيد اللي ما رحناهوش، وسامعين ان في يعني تطوير كبير جدا ومطاعم كتيره جدا، واعتقد يعني الجزء الاجتماعي حلو جدا، الاستاذ احمد لسه كان بيقول لنا، فبنشكرك جدا يا فايز، شكرا ليك. قبل ما نكمل ممكن بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم على طول. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده لضيفنا العزيز الاستاذ احمد حسام عوض رئيس لجنه الشباب بالنادي الاهلي. واثناء الفاصل نهاوند اثارت نقطه في منتهى الاهميه، بل وفي منتهى الخطوره كمان. لان بجد دي نقطه مهمه جدا وقافه لمعظم الشباب اللي كانش كده. احنا في الفاصل انا وكريم استاذ احمد كنا بنتكلم عن فكره هنا من المبادرات او ضمن المبادرات اللي لجنه الشباب يعني بتعملها، هل هي هنا بقى اختصت بالاقلاع عن التدخين؟ لان فعلا ممكن التدخين يدخلنا في اضرار اخرى ومصايب او كوارث بعد طبعا. كده فدي ممكن تبقى فكره كويسه زي ما قلت لكم قبل الفاصل ان احنا اوبن لاي دور مجتمعي او مقترح. فاحنا بنتكلم في الفاصل يمكن الكلام جاب بعض، وفكره حلوه جدا جدا ومحترمه جدا، ممكن نبتدي نفعلها الفتره الجايه، نبدا نقدمها للاداره التنفيذيه. بس هي في صلب ملف يعني الشباب، غير بقى كمان ملف الشباب، في صلب فكره ان ده نادي رياضي طبعاً اجتماعي طبعاً. فاجتماعيا احنا بنتكلم على افه بيعاني منها كتير من الشباب، وزي ما نهاوند قالت ممكن تعتبر بوابه للمزيد من المصايب طبعاً. وطبعا على الصعيد الرياضي مش محتاجين نتكلم على طبعاً. يعني التدخين والرياضه يعني الجمله حتى مش ماشيه. لا افه طبعا بلا نقاش، للاسف جزء كبير من الشباب مش متخيل مدى اضرار العاده السيئه دي، وبالتالي لا بالعكس يمكن هنبتدي نفعل حاجه زي دي، نبدا نقدمها للاداره التنفيذيه ونشتغل عليها بمقترح هايل يعني اكتر من هايل يعني. كويس جدا، يبقى احنا نعمل اجتماع كده نشرب سيجارتين مع بعض ونفكر ازاي نكافح التدخين. بالظبط كده. لا بس فعلا انتوا بتناقشوا موضوعات مهمه وبتحاولوا تحلوا مشاكل مهمه جدا بيعاني منها كتير جدا من الشباب، لان احنا لو بنتكلم مثلا على حاجه زي التدخين، لو بنتكلم على فكره عدم ممارسه الرياضه، كل دي امور بيخيل ان هي
يعني في صلب وفي صميم عمل لجنة الشباب. طبعا زي ما قلت لك دي حقيقة. احنا كمان مش بس بنشتغل على ده يا كريم، احنا بنشتغل ازاي الفئة العمرية الشابة اللي ممكن مشغولة في جامعتها او في شغلها او في امور الحياة اليومية، يعني ازاي تبدأ ترجع تلعب رياضة حتى بشكل يومين ثلاثة بس في الأسبوع. يمكن ابتدينا دلوقتي برضو بنجهز فعالية كده عاوزين نقدمها لمجلس الإدارة، عاوزين نعمل دورات. مش احنا دايما كل الناس مهتمة بس بكرة القدم، احنا عاوزين كمان نجذب الشباب اللي مهتم بالباسكت وبالهاندبول، يمكن اللي كانوا بيلعبوا زمان او بيتمرنوا وهم صغيرين. خلي بالك ده قطاع كبير جدا من الشباب، يمكن كان بيتمرن وهو صغير وبعد كده بطل لسبب او لاخر. عاوزين نبدا نرجع الشباب دول تاني، نعمل فعاليات رياضية خفيفة في الثلاث فروع، نرجع الناس دي تلعب رياضة ويبقى الرياضة جزء او روتين زي ما بتروح شغلك، زي ما بتتابع امورك اليومية بشكل طبيعي تكون الرياضة جزء من يومك او على الاقل يومين ثلاثة في الاسبوع. فكرة حلوة انك تستعين برياضيين قبل كده كانوا طبعاً متواجدين، يعني من قلوا خبرتهم طبعا، وكمان يكونوا افضل مدربين طبعاً. يعني عارف ما يجيب حد متخصص هو اللي يدرب فدي تبقى نقطة طبعاً كويسة طبعاً. طيب الشق النفسي لو هنتكلم بقى، لأن برضو أكتر فئة ربما بتعاني أو عندها اضطرابات نفسية هي فئة الشباب، يعني من سن نتكلم أول تينيجرينج اللي هو 12 13 سنة ولغاية بقى مثلا هنقول شباب يلا 45 سنة. ميرسي لمجابلتك الرقيق وربنا يموت بخاطرك. يعني فدول بيبقى في مشاكل صعوبات، هل أنتوا مهتمين برضو بالمبادرات علشان تحسين الفكرة هنا أو الشق النفسي؟ بصي ما دخلناش في مبادرة مباشرة للحتة دي، بس احنا عمالين نديك أفكار يا أستاذ. بالظبط انا هاجي اقعد معاكم كل يوم. لا ما دخلناش في مبادرات مباشرة بالشكل ده، ولكن زي ما انا ذكرت في كلامي قبل كده الشاب النهاردة بيجي لنا شباب كتير يقول لي احمد انا عندي فكرة ومحدش بيسمعني او انا. وخلي بالك دي برضو من احد قيم النادي الاهلي على المستوى الاداري من اول كابتن محمود الخطيب لحد اصغر حد. لما احنا حتى كشباب بنروح لحد من اعضاء مجلس اداره شباب او كبار بياخدك من ايدك ويقدمك للمسؤول سواء كان الكابتن الخطيب او ايا كان من اعضاء مجلس الاداره، يقول لك الفكره دي متقدمه باسم فلان الفلاني. ونفس التسلسل بيحصل معانا مع الشباب. الشاب لما بيحس ان حد مهتم انه يوصل فكرته باسمه بتفرق معاه جدا طبعا نفسيا، وبيبدا يشتغل عليها بشكل افضل وبيبدا يعملها بشكل محترف ويبدا يذاكرها بشكل افضل. وبالتالي دي من الحاجات اللي بنطورها بشكل غير مباشر في الشباب يعني. طب احنا عايزين نعرف من حضرتك برضو يعني حتى ولو في صوره رؤوس اقلام مجرد عناوين للملفات اللي انتوا حاطينها في خطتكم المستقبليه الفتره اللي جايه ان شاء الله هتشتغلوا على ايه؟ خلينا نتكلم على الحاجات اللي اوريدي احنا واخدين بيها موافقات واوريدي هيحصل بيها فعاليات. زي ما قلت لكم هنبتدي ماراثون لا للتعصب ده الجمعه اللي جايه، الجمعه اللي بعدها عاملين برضو فعاليه لل تماشيا مع وزاره مع مبادره وزاره الشباب والرياضه درجتك صحتك برضو حاجه للعجل فرع زايد. من الحاجات اللي بنفكر فيها ولسه بندرسها ولسه هتتقدم لمجلس الاداره، كنا عاوزين نعمل حلقه وصل ما بين شباب النادي الاهلي وما بين الوزاره او الجهه المسؤوله بالشباب اللي هي تتمثل في وزاره الشباب والرياضه المصريه. ازاي لو عندك فكره او فعاليه او مشروع نبدا ناخدك ونوصلك بالمسؤولين في وزاره الشباب والرياضه، والحقيقه هم ناس بيحاولوا يساعدوا بكل الطرق الممكنة الحقيقة، يعني مهتمين جدا جدا بالتعاون مع النادي الأهلي في ملف الشباب. واجتمعنا بالسادة الوزراء بالسيد الوزير كذا مرة بكل معاوني عاوزين يتعاونوا بكل الأشكال الممكنة. فازاي يعني لجنة الشباب تشكل حلقة الوصل ما بين الشباب النادي الأهلي وما بين الوزارة بحيث مشروعك يطلع للنور من خلال قنوات الوزارة الشرعية يعني. طيب يعني الوقت تقريبا خلص، بس انا هرجع تاني للسؤال بتاعي اللي هو الخاص بالصحه النفسيه. وهل في ممكن نقول مثلا مبادرات قادمه بتتكلم عن محفزين مثلا للشباب، فكره هنا اللي هو اسعى حقق حلمك مهما في صعوبات، ان في شباب كتير جدا بيبعتوا لنا احنا على الهاشتاج بتاع البرنامج بيتكلموا معانا في ده، يعني لما بنجيب مثلا ضيف من اصحاب الهمم وبيكون بطل وبيحقق حاجات كتير في حياته هو بيقولوا لنا ان ده نموذج ادانا طاقه ايجابيه، فبتفرق الشق ده بيفرق بشكل كبير. دي نقطه. فهل ده ممكن يكون ربما يعني في المستقبل برضه؟ دي نقطة مهمة جدا برضو من الحاجات اللي كنا بنفكر فيها، ازاي تجيبي نماذج شبابية ناجحة تدي حاجة إيجابية للشباب بشكل عام، حد ناجح في شغله، حد ناجح في رياضته، حد ناجح في حياته العملية في حياته المهنية بشكل عام، يعني أي نموذج من أصحاب الهمم زي ما أنت قلتي.
نبدا نجيب خمس ست نماذج يتكلموا مع الشباب في توك مفتوحه في فروع النادي الثلاثه من الحاجات اللي احنا ناويين نقدمها ان شاء الله الفتره الجايه. رائع جدا، كل التوفيق استاذ احمد حقيقي، دي هتبقى افكار حلوه، وكمان اللي هم اللي استطاعوا ان هم يخفوا برده من امراض معينه، الامراض الخبيثه او غيره، برده ان هم يحكوا، دي بتبقى طبعًا بتفيد طبعًا جدا طبعًا اي شخص. نورتنا يا فندم، نورتنا حقيقي، شكرا لك حضرتك معانا وموفق يا رب دايما ان شاء الله. شكرا جدا. طيب احنا هنستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع ثم عوده للجزء الاخير والفقره الاخيره من حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. مرحبا بحضراتكم في اخر فقره، وهي يعني فقره في غايه الاهميه، وناس كتير بتكون حريصه ان هي تبعت اسئلتها او استشاراتها عشان يعرفوا بالظبط يعني يعيشوا حياه صحيه سليمه ازاي. زي ما ابتدينا بدايه الحلقه النهارده واتكلمنا عن ان الصحه ملهاش بديل واهم حاجه في العالم، يعني عندك فلوس، عندك اطفال، عندك اللي عندك، بس لو صحتك مش كويسه انت مش هتعيش حياه سليمه ابدا. فزي ما كنا بنسمع واحنا صغيرين، العقل السليم في الجسم السليم، بس مش بس كده القصة، القصة ليها علاقة تانية بفكرة كمان الصحة ممكن تعكس الشكل الجميل، الروح الجميلة، الحياة الجميلة. فدي كلها حاجات مرتبطة ان الواحد في الاول وفي الاخر يبقى صحته كويسة. خلينا نرحب ونسأل بقى كل الاسئلة اللي عندنا للدكتور هاني جبران، استشاري التغذية والامراض الباطنة. صباح الخير. صباح النور يا فندم، واهلا بيك واهلا بالسادة المشاهدين كلهم. منور الاستوديو ومنور البرنامج ومنور القناة كلها. ربنا يخليكم ومبروك للاهلي ولنادينا كلنا. الله يبارك في حضرتك. احنا عايزين نبتدي بعد اذنك مع حضرتك من اول الطفل، مرورا بقى بالمراهقين والشباب والاكبر سنا. فيما يتعلق بالطفل، في دايما نقطه كتير جدا من الاهالي بيعانوا منها، فكره ان هم يسيطروا على تناول اطفالهم للحلويات وللفاست فود وللمقرمشات والنوع ده من الامور. فحجم ضرر هذه النوعيات من الاغذيه او المواد الغذائيه على الاطفال عامل ازاي، وكيفيه يعني مقاومة هذا الأمر بتيجي إزاي؟ كويس، حضرتك سألت سؤال مهم جدا، لأن إحنا بنشوف عندنا في عياداتنا ودايما على طول بنشوف المشكلة دي. المشكلة إن إحنا اللي بنربي عيالنا مش عيالنا اللي بتربينا. فيعني إيه بقى؟ يعني إحنا اللي نقول لهم يأكلوا إيه وما يأكلوش إيه، مش العيال هو عايز يأكل كده، لا هو الكلام ده اللي هيأكله يعني لا. وإحنا لازم نقول لهم، والأم كمان تعمل شوية ستيبس معينة. يعني في حاجة اسمها إفطار، يعني مفيش حاجة اسمها يا ما يفطروش مش مشكلة، ياخد كوباية النسكافيه ولا كوباية الشاي وينزلوا وخلصت على كده، لا. يعني في إفطار، في غدا، في عشاء، ده المهم. ولو عنده وزن زيادة هنقسم الأكلات بطريقة معينة، لو عندها وزن قليل هنقسم الأكلات برضو بوقت معين. لازم نحط في دماغنا إن إحنا الحكاية المقرمشات وناكل الحاجات المياه الغازية. الأولاد الأمهات كمان بتقول ده هم ما بيأكلوش، فنجيب لهم الكيكة اللي هي أم 50 قرش ولا أم جنيه، ولا يجيب لهم البسكوت، ولا يجيب لهم الحاجات دي أول غلطة. لا، نعمل أكل، نعمل غدا، هو ما بيحبش مش عايز يأكل هنسيبه، هو ده اللي قصاده، مش عاجبه ما ياكلش، هيقرص الجوع هياكل صح، بس نحط الاكل بطريقه معينه، نسال الطفل، نسال الشاب ده، نقول له انت عايز تاكل ايه؟ مش نقول له هو دوت انا مش هياكل، يقوم ينزل يجيب حاجات ولا الاكلات اللي من التيك اواي. يعني كمان غلط ان الام تفرض على الولد او ابنها ان هو ياكل، خليه لغايه لما هو يجوع وياكل لوحده. مظبوط، لا مش يجوع وياكل لوحده لانه مش هيعمل كده، احنا نساله الاول عايز تاكل انت هتاكل ايه؟ تمام. ولو كان مثلا اطفال صغيرين ولهم اكلات معينه ما بيحبوهاش، يقول لهم تعالى شارك معايا في عمايل الاكل ده بطريقه معينه، يشيل يعني كده، يحط هنا اي حاجه. لو عمل اي حاجه وهو بياكل، لو اشتغل في الاكل ده هياكله حتى لو طعم وحش، لان هو عمله بايده. ولو ما اكلش، ده سؤالي، نجبرهم ولا لا؟ لا ما نجبرش. احنا هنعمل ايه؟ نشوف ايه المشكله. انت مش عايز تاكل ده؟ لا مش هناكل، خلاص يبقى ما تاكلش، هو ده الاكل اللي قصادنا. مش هيقول لي لا انا عايز اكل حاجه معينه، هو لو جعان هياكل، لكن ما دام جعان ما يبقولش انا عايز اكل حاجه معينه. الطفل مثلا ما بيحبش السبانخ، حلو، مثلا القلقاس ايا كان، مظبوط يعني، تمام. هل الصح ان احنا عشان نقومه ونغير عنده العاده دي ونفهمه ان ايا كان نوع الاكل فهو نعمه من عند ربنا غيرنا مش لاقيها، هل نعمل زي ما حضرتك بتقول فكره ان لا ما فيش غير قلقاس؟ لا ما هو نعمل، ولا ندور على نوع اكله ثانيه في نفس القيمه الغذائيه من غير ما نبقى ضغطنا عليه؟ هو القلقاس يعني بصراحه يعني مش دايما، مش عارفه هو ليه متمسك بالقلقاس، لان يعني في حد ما بيحبش، وانا بحب ميه القلقاس، القلقاس نفسه ما اعرفش كده بيتعبني يعني. لكن هقول لك انا نعمل ايه، احنا مش هنقول لا، لكن نحطه بطريقه مجمله شويه. يعني نعمل ايه بقى؟ يعني بدل ما يبقى السبانخ كده تحس ان هو يخض الطفل، لا
نحطه مع شويه رز حبه هنا ونحط دي على دي يعني. التقديم نخليه يشترك نقول له السبانخ بتتعمل ازاي ودي جواها ايه، ما نقولوش بقى الكلام الكبير العناصر الغذائيه الفايده بتاعتها، هو مش هيفهم الكلام ده. وطعمه ايه؟ طعم وحش، يبقى ماما تغير في طريقه اكلها، تحط شويه تابل او شوية. فعلا زي ما كريم بيقول يا دكتور اللي هو غيرك مش لاقي مش عارف ايه. فاكره الكلام ده كنا بنسمعه واحنا صغيرين. طبعا بدايه كانت يعني لمصلحتنا، لكن الكلام ده يعني ما احنا مثلا انا مثلا اقول لحضرتك انا ما باكلش لحمه فمن وانا صغيره اهلي اكيد مش هيبقوا عارفين، زي في ناس كتير ما بيحبوش اكلات معينه الطفل مش عايزها، ففي اطفال ما يحبوش الجبن، فهم لسه الاهالي مش عارفين ده فبيقعدوا بقى ايه مش فاهمين يضغطوا عليه. ولو ضغط عليه الطفل ذكي جدا، خلاص الجيل السنة الايام دي غير الجيل ايامنا خالص طبعا. لان مشكلته ان الجيل دوت بيتعرض للانترنت بقى شايف، فما ينفعش اجبره على حاجه صح. لكن محفزات، وفي نفس الوقت نقول له ايه اللي ممكن كذا، ولو عملنا كذا هيبقى هديك حاجات معينه، ونشوف ونفهم نكلم الاطفال. مهم قوي اللي احنا نكلمهم، ما نعم بترمش هو كده يلا نقول له عايز ايه ونعمل اللي هنعمله. كويس، انا هروح بقى مع حضرتك للنقطه اللي اتكلمت فيها في الانترو، وفكره ان الصحه بتعكس حاجات كتيره جدا، مش بس جسم كويس او جسم سليم، لا ممكن تخلي مود احسن، شكل احسن، بشره احسن، مزبور. يعني كل حاجه مرتبطه بحياتنا. فازاي الواحد من غير ما يروح يعمل تحاليل كده بدايه يعرف ان هو في مشكله؟ يعني عايز اقول لكم على حاجه قبل ما نبدا الفقره، والله العظيم دكتور هاني بيقول لي نهاوند انت عندك نقص في فيتامين دي، وانا فعلا عندي نقص في فيتامين دي. ازاي عرفت؟ ايه انا مخاوي. ازاي عرفت والله ده؟ لا ابدا، بيبقى في حاجات معينه اللي هو لما الواحد خصوصا نقص فيتامين ده، لان الكلام الجديد دلوقتي على نقص فيتامين ده وناس كتير مش مهتميه بيه ومش حاسين ان هو حاجه مهمه ومش هتفرق. ناس كتير لو عملت تحليل فيتامين د ولقيت عندها مشكله فيه لازم تاخد علاج، والعلاج المظبوط. طيب ايه نعرف ازاي ونحس ازاي؟ لا نعمل التحاليل بقى. طب انا مش عايز اعمل تحاليل. طيب انت هتلاقي فيه شويه اعراض مهمه جدا بالنسبه للناس اللي هي مثلا عندها وزن زياده، يقول لك انا هعمل ريجيم بس ولا هلعب رياضه او كده، مش هينفع كده. مفيش رياضه بتخسس، ومفيش ادويه بتاعت ريجيم بتخسس، ومفيش ال- 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 النظام الغذائي بس بيخسس. امال ايه اللي بيخسس؟ الثلاثه مع بعض بيخسس. الله. الثلاثه مع بعض هم دول اللي خسس. لكن هاخد حاجه لوحدي او حاجه ديت او هبتدي لوحدي، دي اول غلطه. ان انا اخد ادويه، وده اللي انا شفته كتير، ان هو يقول لك ايه هاخد ادويه من على النت، ما النت شغال ولا يكون عليها ريفيو كويس وخلصت. اول غلطه، اوعى ناخد ادويه من اي حد غير من الصيدليه معترف بيها من وزاره الصحه، والا مش هينفع. خلينا استاذن حضرتك نقف عند النقطه المهمه دي، هنطلع فاصل سريع ونرجع برده نكمل كلامنا في فاصل ثم عوده ال 10 الصبح. بنتكلم عن فكره هنا مع دكتور هاني، ازاي الواحد يقدر يكتشف قبل حتى ما يروح يعمل تحليل ان هو في حاجه صحيا مش مظبوطه، سواء انعكست على شكله الخارجي او على حتى صحته النفسيه. نفسيا انا مش مبسوط، انا مضطرب، انا مش عارف انام، كل ده ممكن يكون عامل راجع ليه الصحه ان هي مش كويسه، نقص فيتامينز يعني وات ايفر بقى. فنفهم من حضرتك بالظبط، هو فعلا زي ما حضرتك قلتي ان ممكن الواحد بيبقى عنده مشاكل ومش عارف يعمل ايه ومش عايز يعمل. لا بقى نعمل حاجه مهمه قوي، احنا لازم نعمل التحاليل. والتحاليل ديت لما كنا عندنا واحنا في امريكا كنا لازم التحاليل تتعمل كل سنه، في تحاليلات معينه اللي هي تشيك اب للجسم كله، نشوف بقى الغده الدرقيه ممكن تكون، لان في من الاسباب يعني الغده الدرقيه فيتامين د، الكوليسترول، يعني الكوليسترول في الدم الواحد ما يعرفش اذا كان عنده كوليسترول ولا لا. طب امتى نعرف؟ يبتدي بقى لما يبتدي موجود في المستشفى بقى بعد ما يعمل عمليه القسطره يقول لك انت عندك كوليسترول في الدم. طب ما نبتدي من دلوقتي ناخد العلاج، مش هيحصل اي حاجه. نبتدي ازاي؟ لازم. طب هل نعملها لاي حد؟ لا، نروح للدكتور الاول نقول له انا حاسس ان انا مش تمام، مش مظبوط، مش نشيط، مش بنام كويس، مش بنام كويس. حتى الصحه النفسيه مهمه جدا للناس، لكن نعمل التحاليل الاول المبدئيه. لان لو كانت مثلا واحده عايزه تخس مثلا وبتعمل الرجيمات كلها وماشيه على الانظمه وبتاخد ادويه وعايشه كل حياتها لكن مرضه ما بتخسش، يبقى في مشكله مرضيه. لان مش هينفع، لازم الجسم ده بعرف مكنه، ها ايش معنى المكنه دي شغاله ده وده شغال، يقول لك انا الحرق بتاعي ضعيف. الحرق بتاعك ضعيف لان في مشكله مرضيه، نعالجها الاول ولما نعالجها هنمشي صح. اول حاجه الغده الدرقيه مثلا، لو هي مش شغاله مهما عملت نظام غذائي برده مش هتقل في الوزن، يبقى لازم نعالجها وناخد العلاج مع النظام الغذائي. لو نقص فيتامين د وده الجديد، لان برضه بيبقى كل حاجه كويسه، يبقى ناخد العلاج الفيتامين د والعلاج المظبوط لغايه ما يوصل للحد المظبوط على اساس ان هو
طب في مشكلة كمان لأن بقابلها، يجي يقولك أنا خلاص بقى الفيتامين دال بقى كويس عندي، يوم يبطل كل حاجة هيرجع تاني. يبقى في حاجة اسمها أدوية وتحت إشراف طبي ياخدها علشان ما يرجعش تاني. إيه ده يعني لو حد عنده نقص فيتامين معين لازم يفضل ياخد الدواء؟ هو بيرجع للنورم وبعدين بعد كده بياكل بقى الأكل الصحي؟ حلو، وهو أكل صحي بس لا، لأن الفيتامين ده لازم الواحد يتعرض للشمس، ويتعرض للشمس إمتى؟ اللي هو الساعة 8 الصبح 9 الصبح اللي هو للشمس كده. مين اللي بيروح يصحى الصبح هي عشان يقعد في الشمس شوية زي كده؟ احنا بنبقى هنا والله يا كلنا لو نقدر عملناه. مش بيحد بيعمل الكلام ده، عشان كده حتى تلاقي كل دكاترة الأطفال من غير ما بيسأل الأم يقول لها طلعي ابنك في الشمس، بيقوم يدي لها إيه الدواء الشرب اللي هو فيه فيتامين دال على أساس إن هو ياخده، لأنه متأكد 100% إن الماما مش هتطلعه في الشمس أبدا. عشان كده طيب إحنا عندنا يعني في شوية قواسم مشتركة بيعاني منها أو بتعاني منها كتير من الأسر. أيوة، فكرة المرأة الحامل والتغذية المناسبة ليها، فكرة الناس اللي عايزين يفقدوا وزن والناس اللي عايزين يكتسبوا وزن، ومرضى السكر والضغط. ممتاز، فنبتدي بأني ملف من دول، ان كل ملف منهم عايزه كلهم بس هنبتدي بقى ايه بالحكايات الحوامل والمرضعات. ممكن اضيف هنا شقه عشان حضرتك بقى تجاوبنا اجابه كامله. فعلا ازاي يخس وفي نفس الوقت ازاي بيكون نفسيا، معلش انا بحب دايما اربط الشق النفسي ان هو عامل اساسي. نفسيا بتبقى المراه برضو مش في كامل ثقتها بنفسها، لان ده راجع ان هي زادت في الوزن وغيره، وربما مش هتلاقي دعم من جوزها او من العائله. يعني ده بيحصل برضو اوقات. الست دي تتصرف كمان ازاي؟ كويس. يعني لوحدها كده انا هقول نعمل ايه؟ لا هي مش هتبقى لوحدها، هي مش جايبه البيبي لوحدها، هي جايبه البيبي دوت للاسره كلها، فهم الاثنين مع بعض. يبقى لازم يبقى الاثنين مع بعض. طب نعمل ايه بقى للام اللي هي هتبقى حامل وهتزيد في وزنها ومش عايزه الوزن يرجع لانها متجوزه 60 هوب مره واحده بقت ايه 80 او 90؟ طب نعمل ايه؟ انا عايزه اقول لها حاجه، انك انت الوزن دوت كل هتزيدي في الحمل، هتزيدي في الحمل، الحمل كله على بعضه من 8 ل 10 كيلو، اكتر من 10 كيلو دول بتوعك، دول اللي قاعدين لك بقى. فما تقوليش ان انا حامل اكل الاثنين، طب انا برضع اكل الاربعه. لا، انت حامل تاكلي النفر واحد مش تاكلي الاثنين. دي ثقافات غلط. لا خالص خالص، وطبعا هي علشان حامل هوب ناكلها وعسل وكتير، لا مش هينفع. البيبي ده حته لحمه محتاج بروتين، مش ناخد رز ومكرونه كتير بقى، خصوصا اول ثلاث اشهر بالذات. فمش هينفع ابدا اديها حلويات وعسل والكلام ده كله، لا هي ماشي بس ناخد الفيتامين وتحت اشراف طبي ونتاكد ان الايه ان البيبي كويس. حكايه بقى كمان ان هي ما تتحركش وتبقى عامله زي كمال الشناوي شاديه وما يتحركيش وكده بالراحه وما تركبيش اي، لا ماشي بس نتاكد الكويس، بس لازم تتحرك، لان حكايه ان هي ما تتحركش خالص دي وتفضلي منتخه لا ما ينفعش. لازم حتى اتفرج على اليوتيوب بشوف واحده بطنها قد كده عماله بتشيل حديد، فمش ممكن يعني. فدي ممكن يحصل الكلام ده بالعقل طبعا، ما بقولش ان احنا نوفر الموضوع. تاني حاجه ان احنا في اكلات معينه هنمنعها خصوصا في فتره الحمل بالذات، اللي هي والكلام ده يمكن جديد حد ما يعرفوش، ان هي مثلا فيتامين الف كتير غلط، اللي هو موجود في ايه؟ موجود في الكبده. ايه ده الكبده ده مهمه؟ لا، الكبده كتير في فتره الحمل خصوصا اول 3 اشهر خطر جدا، فانا مش عايز اخد كبده خالص. طب ده فيه حديد؟ لا، ناخد الحديد في حاجه تانية او في فيتامينات، لان فيتامين الف كتير هياثر على تكوين الجنين. طيب ايه تاني؟ التونه مثلا، التونه الحاجات المعلبه بصفه عامه، بس التونه بالذات ليه؟ لان التونه هي عباره عن سمكه، السمكه ديت بتبقى في المحيطات، المحيطات ديت بتبقى فيها زئبق كتير، فيها تلوثات، الزئبق الكتير لو خدته هيزيد في المشاكل التكوين الجنين. يعني المشكله في التونه في الزئبق مش في المواد الحافظه اللي بتكون موجوده جوه. لا لا، هي في الزئبق الكتير اللي موجود في التونه نفسها. في سمكه التونه. طيب يبقى بقدر الامكان ناخدها. اول الاف دي اي منظمه الصحه الامريكيه قالت ان هو ممكن ياخدوها مره لمرتين في الاسبوع، انا بقول ما فيش داعي خالص منها. طيب ايه تاني اللي ممكن الحاجات اللي هي الغلط؟ الحاجات النيه بقى بصفه عامه بقى، الحاجات الفسيخ، الحاجات اللي هي الفسيخ بالذات، الحاجات اللي هي المايونيز، الكلام ده كله. يعني هي لو بتتوحم على فسيخ لا مش مشكله، خلي الواد يطلع له فسيخ في وشه احسن ما يحصل لها مشاكل يعني. طب دكتور يعني عشان الوقت نروح بقى للنحافه.
أيوة. اللي عايز يتخن. ايوه الناس احنا دايما بنتكلم على اللي عايز يخس، بس خلينا نركز النهارده على اللي عايز يتخن. دول غلابه، دول بجد غلابه، دول اكتر ناس محظوظه على وش ده بقى الأرض. اللي شفتي بقى الله العظيم اكتر ناس محظوظه على وش دول الأرض. محدش حاسس بيهم، لان كلهم يقول لك يا بختك. بالعكس، دول بيعانوا معاناه ومحدش حاسس بيهم خالص، لانه بيقول لك يا بختك، يقول له يا ابني انا شايف الاكل سم قصادي مش عايز اكل، تقول له انا نفسي اعمل ابقى زيك. لا، هو دول بيعانوا من مشاكل، لكن نحطها بقى في النطاق العلمي اكتر. ان هم بيعانوا ازاي؟ لانهم عايزين، شايفين الموديل بشكل معين، شايفين الجسم بشكل معين، فمش عنده مشكله نفسيه ان هو عنده حاجه اسمها image disturbance. يعني حتى لو كان جسمها كويس وكده، تحس كل ما تشوف نفسها في المرايه، لا انا وحشه، انا مش حلوه، انا في عندي مشاكل. تعمل ايه بقى؟ او بالمقارنه نعمل ايه؟ اول حاجه برضو نتكلم طبيا، نشوف ايه المشاكل اللي هي الطبيه فيها. يعني ممكن يكون عندها سوء هضمي، يبقى نعمل تحليل براز، نعمل تحليل غده، ممكن تكون الغده فيها زياده افرازات، هي دي اللي مزوده الحرق قوي، ان هي مش عندها مشاكل. وفيتامين د، ايه ده؟ مش ده فيتامين د ده بتاع التخ؟ لا، فيتامين د ده الميتابوليزم. انا كنت حتى نقوله برضو في مقابلات تلفزيونيه قبل كده، قلنا فيتامين د ده عامل زي المسمار اللي هو موجود في الترس الكبير. لو المسمار ده مش موجود، الترس شغال بس مش قوي. نحط المسمار ده اللي هو فيتامين د في الترس، المكان هيشتغل مظبوط، والميتابوليزم اللي هو الحرق هيشتغل مظبوط، سواء للي عايز يتخن او اللي عايز يخس. ايه تاني من الحاجات اللي موجوده؟ اللي هو تحليل صوره دم كامله، يبقى نعمل تحليل براز ونعمل تحليل عشان لو في ديدان نعالجها. نعالج كمان، بتبقى نسبه كبيره قوي منهم بيبقى عندهم مشاكل نفسيه كتير قوي، ودايه اللي بيخليهم يمتنعوا عن الاكل خالص، لان بيحط مشكلته في الاكل او يبعد خالص عنه. فنبتدي نحاول نظبط الاثنين كل دوت، علشان برضو محظوظين وهم زعلانين، احنا بنزعل ناكل على كل حال. يعني للاسف الفقره خلصت، الوقت بتاعنا خلص، بس يعني نتشرف ونتمنى ان حضرتك تكون موجود معانا مره تانية ان شاء الله. انا ليا الشرف، عشان نكمل كلامنا. الحقيقه كل النقط اللي حضرتك اتكلمت فيها في منتهى الاهميه، بنشكرك على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا. استفدنا حقيقه دكتور هاني بجد والله، ولسه في طبعا محاور كتيره جدا حابين حضرتك تنورنا، ممكن على الاسبوع اللي جاي او اللي بعده لو يناسبك ونتكلم بقى فيها بالتفصيل اكتر. انا ليا الشرف، شكرا ليك يا دكتور هاني، شكرا لحضراتكم. اتفضل يا فندم. والله ما يصحش، والله ما يصح، ده حتى الناس تاكل وشي. اتفضلي حضرتك. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.